يلا خويا الله يلا نزل بعض الوقت نشوف لا تسيب حولي. السلام عليكم. بخير سي فاني. الله يبارك فيك. شقلب هذا البهيمه ياك؟ كي دايره كيف جاتك؟ مزيانه. سولتي على الثمن ولا مازال؟ قال لك 90. هذه 90 فريال. كي دايره الثمن؟ كي دايره السيف في نظرك الثمن ديالها مزيان طالع؟ مزيان سير. ها؟ الفلاح محن. واخا العام اللي فات كيف شحال في نظرك شحال كان هذا؟ يعني شنو كي داير؟ هذا العام زيد. دابا انت باغي تشري ولا كساب؟ باغي تشري باش تعيد. و90 فريال كي جاتك مزيانه؟ ياك شكرا لك. نشوفوا. السلام عليكم. بخير هاني شحال داير البيمان؟ قلب السيد. نعم؟ شنو ماركة شنو النوع هذا؟ بعد قلب البيمان بلاش بلاش. كي داير الثمن السوق؟ مزيان 90000 لا تحاول راه ثمن مزيان 90000 ريال. اللي بغى يعيط راه عشرة خيرة هو قدام. أربعة عيد 90 فريال. علاش شنو السبب خلى الناس يقول لك كاين الثمن غالي العام؟ الأعلاف شوية الأعلاف شوية مرتفعة شوية لا علاش؟ راه كسابة. شوف كسابة. راه كسابة ولكن الاعلاف شويه مرتفعه هذا هي وجاب هذا الصعاب. كاين الفرق بين العام شحال الفرق ديال قول لي كاين شويه ارتفاع في الاعلاف وهذاك الشيء الماكله ديالهم وهذاك الشيء راه مرتفع هذاك الشيء عاد شويه الثمن ولكن لا باس به الثمن ماشي يعني الثمن مزيان في نظرك انت واخا انت قلتي دابا العلف غالي وداك الشيء غالي يعني كاين الناس اخرين كاين الدوله كتقول لك كاين الدعم ديال الفلاح كاين الدعم الدعم شي حاجه قليله ماشي كاينش بحالنا احنا ما توصلناش هذا الشيء ما توصلناش هذا الشيء الدعم ما كيوصلكمش ما توصلناش وما كاينش الدعم ما كاينش الدعم حتى في الفلاحه وما مالوك في الكسيب هذا هو شحال كتقام عليكم دابا تقريبا؟ ترى ما يقدر شهرين هذه تيضرب الخروفه حتى 22000 ريال الراس هذه تيضربها عالفها في هذه الشهر خلي العام كامل لا هاد البيم اللي كنشوفها دابا هادي مزيودة عندك ولا شريتيها وعاودت تقريبا؟ مزيودة فين وكان مشرية؟ مشرية 32 طالعة 82 هادي العام ديالها باش طالعة شحال قلتي؟ طالعة 82 باش طالعة وشحال مشرية؟ مشرية 32 وشحال باغي تبيع؟ من العام اللي فات شحال باغي تبيع دابا؟ دابا ما خارجيش وخا نبيع 100 ما خارجيش ياك بالنسبه للعام ديال 100 شعير 100 شمندر 100 كلشي 100 هذا في كيلو بان كساب ما خارج وخا يبيع 140 ما خارج هذا ما راه باطل كاين لا شعير لا معاونه لا والو كيعاونوا هاد الناس شويعه اما الدراويش ما لا اله الا الله لا حول ولا قوة بالله العظيم. سولتك على ديك البهيم ديال الصباليون شتيته ولا ما شتيهاش؟ واش شتا جابوها حتى لعندنا ولا ما كانش من ياكلها. واه. انا كنا برا. باقي ما تعملش عليها ما عندهمش. احنا ما كناكلوهاش. حمى خايم راه الشحمة. كيقول الناس كيشوف عليك. واه سردي. ابني مسكين سردي. هو راه السوق. وتعيد سردي. فتي سردي يزك الماء. هاكا ودي كمل معاه. السلام عليكم كي داير السوق اليوم؟ اخويا اش نقول لك الحمد لله كل شيء كاين حولي موجود الثمن تا هو كاين ياك كيقول لي السوق خاوي اليوم الناس دابا باقي المسلمين باقي ما واخا ما داخلاش ولكن راه الشاري باقي شويه ناقص على حسب غير ايام دابا اليوم الله ان شاء الله دابا على حسب الوقت دابا كاين اللي ما عندوش في المدينه نحاولوا نشجعوهم الناس عندها الضيق وكذا وهذا راه لا نسبة الثمن كيف يزيد هذا العام؟ الثمن اش غنقول لك الثمن هذا الناس اخويا الثمن هذا العام راه مناسب الثمن زياد شي وحده كاين اللي كيقول لك زيد 1000 درهم 2000 لا زياده لا والو هضره على 1000 اللي زايده اما حولي راه في بلاصته حولي بلاصته حولي الثمن في بلاصته المليح وداك الشيء الجوده باقه الجوده مزيانه الجوده مش حاجه مليحه
ياك منين في المرقد ديال هذا؟ نجيب لنا هادشي البدري رقيقه باقي عندنا الحمد لله في المكازم مازال باش السبت ان شاء الله ان شاء الله. فين بلاصه هادشي؟ منين راس العين؟ من راس العين راس العين الشاويه الشاويه. مرحبا علاش لا؟ شي واحد راه كاين شي حاجه غلا مرتك ماشي مشكل. لا قول لنا الناس اللي بغى يدير رياضه. شي حاجه يجي للمركز. قول قول لهم النمره ديالك. 06 78 53 65. الله يسخر لكم. المهم اكيد المشاهدين راه هما متبعين. السلام عليكم. كيداير السوق اليوم؟ اخويا كاين الثمن. كاين الثمن. كاين الغلا اخويا. منش كيبدا تقريبا الثمن؟ الثمن اثمنه خيالي. مثلا درويش عيد هذا العام؟ درويش قاص حليلي قاص حليلي. كيشي واحد تيقول كاين 30 كاين كاين السومر كاين الثامن. كيشي واحد تيقول كاين 30000 ريال كاينه 30000 ريال غادي دي بها هاد الكلام وشنحوا لنا 40 ما كايناش اخويا. ماشي زوجتي اخويا 30000 غادي لك مشه ملي غادي تذبحها غتلقاها مشه ياك. بالنسبه لي انا غادي دير دير الكيلو ب 4000 ريال. واخا دابا السوق انا دابا ديال السطات كنشوفو كاين شي اقبال على بالنسبه للناس ولا لا؟ حتى كتشوف اخويا كاينين وكتشري راه ما كاينش حيت اثمن راه خيالي. بنادم راه ما عندوش غادي يدير الدرويش باش غادي يعيك. شنو السبب ديال هاد الغلا في نظرك؟ السبب ديال الغلا اخويا هو مديرينو الناس الكبار مستغلين السوق زعما هما اللي مستغلين السوق اخويا. والحسابه الناس اللي عندهم بهم قليله راه ما عليهم والو. تمو كاين لاصا الناس كبار هما اللي مديرين هادشي الصنق الصنق. قول لي هذيك البهيم ديال الصباليون ما داخلاش هنا؟ البهيم ديال الصباليون عرفتي شحال جايبينها؟ جايبينها ب 80000 الحولي. شحال كيبيعوا فيها؟ 60000 ريال. فين 500 يعني ثمن خيالي. درويش خاصهم يبيعوا لها ب 1000 درهم 24000 ريال. واخو هذه ديال الصباليون سولتك على الجوده ديالها مع ديال المغرب ام احسن؟ بيان سيغ ديال المغرب. الحولي الصغيره معروف على مين؟ الحمد لله المغرب ماشي بحال ديال الصباليون. ياك يعني ديال المغرب احسن. ديال المغرب احسن. الصباليون تقرب لك الصباليون شحال السرديره من احسن الحوالى عالميا. المغرب تقرب من الصباليون. الغنم ديال الصباليون كي دايره؟ خاصك تفرق الاسلام بعد على الاسلام.